احنا كنا قررنا انه لي باشاو قوم عمليه لو ترانسفير تاعهم القطاع الموارد المائيه على المستوى الوطني. تقريبا احنا على 50 و 60% لي غرون نوفيل فيل يعني سيدي عبد الله وبوينان لو ترانسفير دي باشاو الى اي تي في وين درك يعني لي باشاو تحت تسيير وزاره الموارد المائيه ماشيين في هذه العمليه انها تكون على المستوى الوطني هكذا على الاقل يكون تسيير الماء من طرف هيئه واحده وهكذا نتحكم على الاقل في لا ديسپونيبيليتي دو لو في السكنات اللي تقوم بتوزيعها وزاره السكن على المستوى الوطني. فيما يخص نظام الضخ التابع لمجمعات اديال نظن الفرق تاعنا اون كومونسي لو ترانسفير باش يكون تسيير بطريقه موحده وهكذا باش ما نخليوش تكون دونك لا جيستيون بيسيفال ويكون عندنا ان سول انترلوكوتور دونك تكون تسيير بطريقه موحده ما تكونش النظره المزدوجه يكون ان سول انترلوكوتور دونك ان سول انترفونون في السكنات هذو تعادل. صح كاين اعاده تهيئه نتاع بعض لي باشاو لكن لو ترانسفير راه يندار او فوري ميزور وش بونس اليوم احنا نحتاجوا هذا لو ستوكاج. صح في كل عماره كاينين باشاو لكن في المستقبل في لي نوفيل كونستركسيون ان شاء الله بالك راح نمشيو دو مانيير دونك ا ايفيتي يكونوا بليزيور باشاو حتى نديروا ان ريزيرفوار ونديروا ان شاتو دو هكذاك يكون عندنا دونك ان سول اوفراج اجيري.